مؤاخذة يا عم الأستاذ، ربنا يهديك. صدق الله العظيم. احضرنا يا عم الأستاذ، الكلام اللي هقوله ده محدش يعرفه، ده كان سر بيني وبين أبويا الله يرحمه، موصيني ما افتحش الكلام ده إلا في حضورك يا عم الأستاذ. خير يا سعيد. نقرا الفاتحة على روح أبويا الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا الضالين آمين. الله يرحمه ويرحم أموتنا جميعا. أبويا الله يرحمه قبل ما يموت خرج كل الناس بره الأوضة وقال لي تعالى يا سعيد. قلت له مالك يا بابا؟ مالك؟ قال لي قرب منا يا سعيد. قربت. قال لي وطي عليا. وطيت. قال لي حط ايدك في جيبي وطلع اللي في جيبي يا سعيد. قلت له لا يا بابا لا، انا عمري ما حطيت ايدي في جيبك يا بابا. قال لي اسمع الكلام يا واد. حطيت ايدي في جيبه لقيت شويه ورق. قلت في ايه؟ ابويا بيخرف ولا ايه؟ قال لي اقرا اللي مكتوب في الورق يا سعيد. بصيت في الورق لقيت عقود بيع. كداب في اصل وشك، ابويا مش ممكن يعمل كده ابدا. ما تستهدي بالله، امال يا سناء يا بنتي، هو الراجل لسه قال حاجه؟ بصي احترمي نفسك لا بهدلي. ما تقدرش تهوب ناحيته طول ما انا عايش يا سعيد. يا عم روح انت كمان كده. طب استاذن انا بقى. خلاص عم الشيخ تمام خلاص. استهدوا بالله ونتكلم كلام عاقلين واحترموا وعدتي. ما صحش كده، كمل يا سعيد. قريت الورق لقيته عقد بيع للبيت والورشه باسمي. قلت له لا يابا لا، انا ما يرضنيش، واختي ومراتك وابنك. قال لي لا ده حقك، البيت والورشه حقك يا سعيد، وانا عارف يا ابني انك مش هتظلم حد فيهم. وطب ساكت. وادي الورقه اهو باصم عليه بايده. شوف يا سعيد، لو شيوخ الدنيا كلها صدقتك انا بقى مش هصدقك. اعملي اللي انت عايزاه طالما انك قليله الادب ومش محترم حد. عم الشيخ العود معاك، ودي وصيه ابويا. بقى ابوك وصاك تاكل حقيله قبل ما يموت؟ ليه؟ كان غضبان عليا ولا غضبان على ابنه اللي لسه عايل؟ ما خلاص بقى يا بنتي. خلاص ايه يا عم الشيخ؟ انتوا هتجننوني؟ ده سعيد منصور ياكل مال ولاده قبل اليتامى. ما هو حرمك من الميراث عشان لسانك الطويل ده. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. كل شيء معمول حسابه، وانا ما ظلمتش حد، وكلمه زياده هطردك انت وجوزك. وانا اروح فين انا وابني؟ تقعدي في بيت ابويا تربي ابنه اللي هو اخويا، مش ده الحق برضه عم الشيخ؟ انا لحد كده وماليش حق، ده عقد بيع وشراء، ومن حكم في ماله ما ظلم. كده؟ ماشي يا سعيد، انا همشي. لكن ويمين الله ما هيعدي صبح ولا ليل عليا الا لما اكون داعي عليك في كل ركعه وفي كل اذان. منك لله يا سعيد يا ابن النعيمه، منك لله. يلا يا واد امشي. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. يا ما قلت لك يا سناء قولي لابوك على كل حاجه قبل ما يموت. اهو مات وخد كل حاجه. اله يدخل عليه بالخراب ويصرفه على المرض. قادر يا كريم. وجايب الشيخ معاه علشان يسهل. هو الشيخ تمام هيعمل له ايه بس؟ هو ده حد يقدر عليه؟ معقوله ابوكي يكون كسب كل حاجه قبل ما يموت؟ مش ممكن يا فتحي، مش ممكن، ابويا مش ممكن يعمل كده ابدا. انا شفت غرامات وعلى العقود. تقدر يا رب ارفع قضيه. هيكسبها، هو مش عبيط ولا برياله، هو فاهم بيعمل ايه، بيخطط ويدبر وعامل كل حاجه وهينفذ. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل.